حبايبي رجز معي كيف اليوم يا شباب، جيتكم مقطع اسطوري حبايبي عن جد، يعني كتير من اللاعبين فري فاير منتظرين هذا الشيء. لايك حبايبي رجز معي كيف، اليوم راح نشوف مع بعض شباب تسريب اسطوري نار نار نار. جيتكم هذا التسريب حبايبي باللود، ركزوا معي كيف راح نشوف هذا التسريب الاسطوري شباب. عندنا كريمينال الجديد، سو جو دام حبايبي. مثل ما انتم شايفين شباب عندنا هون هذا الكريمينال الجديد شباب بشكل اسطوري، يعني صراحه شوف يعني جد يعني اشي باللوز حبايبي. عادة شكله العالم متغير حبايبي، وعنا هو بنفس الوقت عنا بنفس الوقت شباب شيء اسطوري اللي هو راح يكون فيه خريطة جديدة باللوز مان. خرج معي كيف هنا على خريطة شباب، حتكون خريطة فيها هالخريطة الشباب يعني جديدة، هم عليهم فيهم شيء يعني على الجاذبية وما جاذبية اشي باللون صراحة. طب هذا الكلمة شباب الشيء ما اللي من فلي فهمه كتير، انه يعني لما تلاحظوا معي بهذا المقطع انه عم يتغير لونه، يعني هو العادي بيكون هيك. طب هون في رقصات جديدة شباب نازلة معنا، فرجوا معي كيف هون في رقصة شباب، يعني رقصات يعني فرجوا معي كيف هون شباب يعني خريطة جديدة تحسك الهاري جديدة، يعني كتير من الامور شباب راح تجي باللوس. طبعا بنفس الوقت شباب في رقصة هاي جديدة، يعني كتير من عدد من رقصات النازلات راح ينزلوا جداد شباب عن جد، يعني احداث يعني دايم برو. فرجوا معي كيف، شوف لي الرقصة والله شيء كتير حلو صراحة اشي باللوس. هاي رقصة معلم شغل شغل راكسي ما شغل حمل اثقال دايم، والله شيء مرتب حلو، خيطة جديدة يعني وكالهاري شكل جديد وشي. حتى عنا هون شباب شكل الموتور تغير، فيه دخان ما دخان، شكل الموتور مخصص للكريمينال، يعني عن جد شباب شيء مو طبيعي شباب راح يصير يعني حبيبي. ولا فرج معي كيف دايم حلو، شايفين معي كيف نايس برو. ركزوا لي معي هون حبايبنا، هون الشيء اللي عم بقول لكم هلون عندنا الكريمينال هذا الاحمر فجأة هيك اختلف شكله، يعني لحد الان يعني الامور شكلها غريبه عجيبه، يعني انه هل يا ترى هذا الكريمينال راح يكون له لما يعني هذا يمكن هو يعني الكريمينال الاحمر نفسه بس ولكن منزلين عليه تطوير، او هو نفسه بس ولكن هو طرفين، يعني عن جد راح تصير الامور واضحه اكثر واكثر يا شباب مع الوقت. هون عم نشوف شباب يعني هالخريطه شكلها جديده حلو، خريطه جديده يا شباب، اماكن جديده، يعني كيف فيهم تغير باللوس حلو. هون حتى في عنا سيارة جديدة نايس 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 نايس. عنا هون هذا المكان شكله يعني مكان جديد، عنا هون بهالخريطة شباب عم يستعرض لنا هاي الخريطة الجديدة تمام بصراحة، يعني شكل جديد، يعني لاحظت عليه لو صغير هيك شوي هيك خريطة كرتونية شوي، فهمتوا علي شلون؟ بس ولكن يعني تغير حلو الصراحة، هي خريطة يعني غير اللي متعودين عليه برمودا وكلاري وهدول كل هدول، بس ولكن يعني تغير مرتب يعني. مثل ما انتم شايفين يعني عندنا خريطة جديدة ورقصات جداد وكثير من الأمور النازلة جديدة حبايبي. وموضوع هذا الكريمينال، انتم شو تتوقعون؟ عجب هل يا ترى راح يكون كريمينال غريب يعني من نوع يعني كريمينال مطور أو هيك؟ لحد الآن شباب مش الأمور مش واضحة كثير. ليك حبايبي اكتبوا لنا بالتعليقات شو تتوقع يكون هذا الكريم، هل يا ترى هو نفس الكريم بس ولكن نزلوا تطويرات، ولا الواحد راح ينزل شيء جديد، ولا صراحه شباب يعني ما عاد نفهم شباب شو ممكن تنزلنا جارينا معلم. يعني عن جد مثل ما انتم شايفين عندنا هون الرقصات راح تكون جداد وخريطه جديده وكثير من الامور نازله جديده شباب، اكيد بمناسبه هذه السنه الخامسه لفري فاير. وطبعا هون حبايبي طبعا هون حبايبنا كمان هون راح نشوف كمان هي الشخصيه الجديده لجاستن بيبر معلم. هي الشخصيه شباب عباره عن يعني موجوده عندنا اوكي، هذا هو الشكل تاعها. هي الشخصيه شباب يعني بتجيبنا الاي بي اوكي، ولكن يعني راح تنزل يعني وراح نكتشفها مع بعض هيك على رواق ايزي فريز يا معلم. اوكي هون شباب نكمل باستعراض الخريطه هاي، صراحه يعني شكل يعني غير 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 غير، مو هي الخريطه شباب متعودين عليها دائما بلعبتنا فري فاير، يعني شيء تغيير مو طبيعي الصراحه. ولكن الصراحه شيء حلو، هلا شوف لما هذا يجيب الكيل هون شباب الشيء الحلو بالكريمينال هذا لما يجيب كيف فيه افكت سبيشال افكت، يعني لما يقتل اللاعب ما بعرف اذا رح نقدر نشوف هلا بيطلع هيك مثل الافكت على 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 لما يقتل يعمل القتل. هون خلينا نشوف حاجه رح نشوف تطلع من اوكي مثل ما انتم شايفين موجوده. اوه صراحه شيء باللوز يا ساتر، فرجوا على الرقصه قول لي
رخصة والله شباب اسطورية صراحة. ديو حلو والله حلو. هذا شوف هذا مكان تاني الظاهر. هذا شكله هذا المكان المتحف. ياب شكله نعم هذا هو ايه. شفت من قبل هذا المقطع شفته. هذا المتحف شباب كان يعني مكتوب فوق على ميوزيوم ولا ما اعرف شو. متحف اكيد هو متحف. تمام عندنا احجار متحف يعني احجار معلم. اعطينا احجار الجماعه حبيبه والله ومتحف حبيبه ايش باللوس. بس انا الشيء المستغرب فيه شاب هذا الكريمنال معلم. هذا الكريمنال شاب اللون الاحمر يعني كثير يعني يعني حتى انا قاعد افكر عجب كيف عجب كيف راح يكون. هل يا ترى راح يكون مطور ولا شباب اكتبوا بالتعليقات وخليني اشوف. لانه يا جماعه ركز معي كيف ركز شفت معي كيف هذا شوف كيف عم يرجع على مكانه الرئيس. يعني ركز معي بيكون هيك عادي بيرجع مثل ما هو. يعني شكله والله يعني هل يا ترى هو كريمنال جديد وبيصير له يعني تغيرات هيك. شوف ركز معي هلا بنشوف وين هذا هو. يلا ها شفت معي كيف عن جد يعني شيء يعني غريب عجيب غريب عجيب. انا مستغرب يا جماعه شو يعني. انا ما اعرف ما اعرف انا الامور مشوشه وغريب عجيب. هون المكان المتحف شوف كريمنال عادي بعدين بيصير بيرجع بيختلف بيصير تحسه مطور حقيبه جديده اشي باللوز نايس. خلينا نشوف مره ثانيه عجب راح يطلع يتغير ولا شلون. قول لي هاي رقصات جديده اكيد اول عنهم رقصات. رقصه جديده كمان والله صراحه اشي باللوز يا جماعه حلو. هون عندنا هذا الكيل افكت نفس الوقت باللوز. هذا الظاهر مكان ثاني شباب بالخريطه. ها برجع بيختلف بيكون عادي برجع بيتطور. معناته هذا اكيد شباب هو كريمنال جديد تمام. هذا شفتوا معي كيف هذا هو اكيد كريمنال جديد شباب وبيتحول ما بيتحول ولا شيء مو طبيعي يا جماعه. اوكي هون انا كمان مكان هون ثاني اسمه البريزيريا ولا ما اعرف شو اسمه. هذا مكان يعني اقول الالوان والله الصراحه يعني الخريطه كلها تغيرت يعني ما متعودين نشوف هذا الشيء كله تغير الشكل كله تغير صراحه يعني دام شيء مرتب. هون عالم فاست فود. اوه هذا مكان معلم مكان مطعم. هذا مطعم حلو حلو مكتوب عليه فاست فود ريستورنت. اوكي اوكي باللوز حلو تمام خريطه باللوز. سو حبايبي الكرام والله يسعد لي اياكم يا رب ان شاء الله استمتعتوا معنا بهذا المقطع حبايبنا. لا تنسوا تشوفوا في عروض اسطوريه شباب بالشوبتو جيم حبايبنا. كتبت لكم مديك بكل مقاطع محب نذكركم هذا الشيء شباب. في عندنا كود بروميشن شباب تقدر تحصل على 20% بجواهر مجانا حبايبي وكثير من الاحداث متواجده بالشوبتو جيم. ليك حبايبنا تابعوا المقطع هيك وعن جد شيء تمام التمام وشيء باللوز. هون معلم هون عندنا اضافات اسطوريه شرحنا لكم شباب بحط لكم رابط تحت بالوصف شباب اضافات اسطوريه يا حبايبي. وسو حبايبي الكرام والله يسعد اياكم يا رب ان شاء الله استمتعتوا بهذا المقطع يا اساطير. لا تنسوا المقطع يعني كان مش كثير منظم ومش مشونا يا معلم حبيبي والله. وشكرا كثير لكم لمشاهدتكم يا حبايبنا. لا تنسونا بزر لايكات وشيرات ومشاركات الله يسعد لي اياكم ونشوفكم على خير. سلام عليكم.